كم واحد قبل كده شاف السماء بالشكل اللي احنا بنشوفه في الافلام دايما؟ السماء مليانه نجوم، مش سماء زي اللي احنا دايما بنشوفها من السماء البلكونه بتاعتنا في القاهره او في اي مدن من المدن الكبرى. ده يعتبر تصوير، نوع معين من التصوير بيسموه التصوير الفلكي. التصوير ده بتقدر من خلاله بطريقه معينه بكاميرات عاديه جدا زي اللي بتصورنا دي، الDSLR كاميرا، ان انت تصور بيها المناظر اللي انت ممكن تكون بتشوفها في الافلام دايما دي. صوره زي دي مثال على التصوير اللي انا بقول لكم عليه. الصوره دي من مصر والصوره دي حقيقيه ما فيهاش اي فوتوشوب. اللي انتم شايفينه دي النجوم اللي مليانه في السماء دي من مكان اسمه مرصد القطاميه. المكان ده في الطريق بتاع العين السخنه، ساعتين بالظبط من القاهره. اللي قاعد بيتفرج على النجوم ده انا، والنجمه اللي فوق المنوره الزرقاء دي مش نجمه، ده كوكب الزهره. ايه الموضوع بقى؟ بعد رحله البحث عن وظيفه قررت ان انا اخيرا ابتدي اطبق الهوايات بتاعتي او الشغف بتاعي، وابتدي ان انا ما اقولش بقى يوما ما زي ما كل الناس بتعمل وتاجل الحاجات اللي هي دايما بتهتم بيها. كانت اهم حاجه من الحاجات دي هي ان انا كان نفسي في الترحال جدا، بحبه جدا خصوصا في الصحاري. ما ينفعش ان انا اكون في مصر اكتر من 95% من مساحه مصر صحراء وما بقاش عارف الصحاري بتاعت مصر ايه جمالها وايه المناظر اللي فيها وايه هي الحاجات الحلوه اللي فيها. الحاجه الثانيه هي حبي وشغفي في الفلك وفي حب السماء عموما ودايما التامل فيها. فقررت ان انا ابتدي ان انا اطبق الهوايات دي وابتدي ان انا ابتدي اعملها حقيقي. يعني ابتديت ان انا ادور على ناس عندي في الشغل بيشاركوني نفس الشغف بتاعي، لحد ما لقيت ثلاثة. كوننا جروب وسوينا نفسنا جوليري اوف نايت او جواهر الليل، وابتدينا ان احنا نطلع اول رحلة استكشافية لينا في سينا، في صحراء سينا. رحنا مكان اسمه وادي ارادة. المكان ده في الصحراء ما بين دهب ونويبع. المكان كان جميل جدا طبعا، بعيد عن كل التلوث، بعيد عن كل الدوشه اللي بنعيش فيها في القاهره، طبيعه بكر. رحنا هناك وعملنا الكامب بتاعنا. بعد ما عملنا الكامب، اول ما الدنيا ابتدت تليل، شفت منظر يعتبر هو افضل منظر افضل منظر ممكن عين بني ادم تشوفه في حياتها. المنظر ده كانت السماء مليانه نجوم، النجوم كانت بشكل كبير جدا، وشفت الميلكي واي او مجرتنا، مجره درب التبانه، وهي اسمى السماء نصين بطريقه كده جميله جدا، اكنها سحابه مليانه بالنجوم زي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ده اللي احنا كنا شايفينه بعينينا. في اللحظه دي قررت ان انا لازم ابتدي ان انا اتعلم التصوير، ولازم ابتدي ان انا اوري الناس الجمال ده، مش عشان بس هم يشوفوه، عشان انا كمان اقدر ارجع له في اي وقت ويبقى شاهد عليا ان انا حضرت الحاجات دي. بعد كده ابتديت ان انا قلت ان انا خلاص لازم اتعلم التصوير. طيب انا ما عنديش كاميرا، ما اعرفش اي حاجه عن التصوير، بغض النظر ان ده تصوير كمان بيحتاج تكنيكات خاصه ما اقدرش ان انا اكون سمعت عنها قبل كده. ابتديت ان انا اتواصل مع مصورين مصريين واسالهم اذا كانوا يعرفوا يفيدوني في حاجه زي كده. طبعا لقيت خبراتهم قليله جدا في الموضوع ده، واللي عنده خبره فعليه ما كانش بيرضى يساعد، ودي كانت صدمه فعلا بالنسبه لي كبيره جدا. بعد كده ابتديت ان انا اتواصل او ادور بنفسي على النت، لحد ما وصلت لواحد كان واخد جايزة أحسن مصور فلكي في العالم سنة 2014. الراجل ده راجل مصور اسكتلندي اسمه مارك جي. الراجل ده بالمناسبة كان في الكرو بتاع الفريق بتاع الجرافيك بتاع فيلم ذا لورد اوف ذا رينجز، طبعا أكيد كلنا شفناه. طبعا في لحظة يأس كده جبت أكونته على الفيسبوك وقررت إن أنا أكلمه، وقررت إن أنا هسأله عن الحاجات اللي أنا محتاجها منه. طبعا كان كل يقين ان هو مش هيرد عليا، ولو رد هيبقى بعد فتره كبيره جدا. اتفاجئت بعد 20 دقيقه بالظبط الراجل رد عليا وبصدر رحب جدا، وجاوبني على كل الحاجات اللي انا كنت عايزها، وطلب مني ان انا لما اصور ان انا افرجه على الصور بتاعتي كمان بعد كده. بالفعل بعد ما خدت الحاجات وبعد ما عرفت المعلومات اللي هو اداها لي، قررت ان انا اطبق. بعد كده ابتديت ان انا ادور على مكان ينفع ان انا اطبق منه يكون قريب شويه، بدل ما اروح اماكن بعيده بقعد فيها باليوم مثلا او اليومين على ما ارجع. كان اختياري المكان اللي انا عرفته بالصدفه اللي هو مرصد القطاميه اللي انا كنت مصور فيه الصوره اللي فاتت. المكان مش بعيد عني قوي، ممكن في خلال ساعتين اكون هناك. وابتديت ان انا اروح واطبق الحاجات اللي هو قال لي عليها، ودي كانت اول نتيجه. الصوره اللي انتم شايفينها دي انا اللي واقف ده مرصد القطاميه.
السحابة اللي انتوا شايفينها في النص دي مش سحابة، دي مجرة درب التبانة، المجرة اللي احنا عايشين فيها. المكان ده، المنظر اللي انتوا شايفينه ده انتوا بتشوفوه بعينيكوا بمجرد ان انتوا تبقوا قاعدين في المكان، مش لازم اي اجهزة معقدة. طب ليه احنا ما بنشوفش الحاجات دي من بلكونة بيتنا مثلا، او من الاماكن المفتوحة اللي احنا بنبقى قاعدين فيها؟ لان الاماكن دي بيبقى فيها تلوث ضوئي عالي جدا. ده اللي انا عرفته بعد كده لما حاولت ان انا ابحث. التلوث الضوئي ده هو اي ضوء صناعي، الضوء الصناعي اللي طالع من الموبايلات، اللي طالع من العربيات، اللي بينور اعمده الاناره في الشوارع، اناره البيوت حتى. الضوء ده لما بيتجمع كله مع بعضه بيعمل هيز كده كبيره، هي اللي بتعمل ضوء البرتقاني شويه عند خط الافق، وبتخلي السماء محجوبه عننا، لان في الاخر ضوء النجوم دي كلها عباره عن ضوء خافت جدا بالنسبه للضوء اللي احنا بنبقى جواه. فلازم عشان انت تبتدي تشوف السماء بالمنظر ده، لازم ان انت تروح اماكن بعيده شويه، تكون بعيده عن اقل مكان عمراني بخمسين كيلو على الاقل. بعد كده ابتديت ان انا اجرب تاني، وكانت دي تاني محاوله ليا تقريبا. دي نفس الصوره من مرصد القطاميه، ودي الميلكي واي او المجره اللي احنا فيها. احنا ازاي بنقدر نشوف المجره اللي احنا فيها؟ المجره بتاعتنا او درب التبانه او الميلكي واي هي مجره حلزونيه، واحنا على الحافه بتاعتها، على أزرع من زراع المجرة دي. فلما بنيجي نبص بالليل من مكان يكون مظلم، مكان يكون بعيد عن التلوث العمراني والتلوث الضوئي، بنقدر ان احنا نشوف مركز المجرة والنجوم اللي بتبقى ظاهرة قدامكم دي بالشكل ده. باي ذا واي، انت ممكن في خلال رحلة بالليل تبقى قاعد فيها، ان انت بعينيك من مكان مظلم ما فيهوش تلوث ضوئي، ان انت بعينيك تشوف 5000 نجمة في السماء. بعد كده ابتديت ان انا اصور حاجات تانية، ابتديت ان انا اصور القمر. كل ده بالمعلومات اللي فادني فيها مارك جي الصراحة. الصور دي كلها متصورة بكاميرات دي اس ال ار بدون اي حاجة معقدة او بدون اي حاجة خاصة. كاميرات زي اللي بتصورنا دي، فدي اللي كانت بالنسبة لناس كتير لما كانت بتعرفها وتعرف ان هي مش بتلسكوبات او باجهزة تانية بيتفاجئوا. يعني المنظر اللي انتوا شايفينه دي قبة الرصد الرئيسية او التلسكوب الرئيسي في مرصد القطامية. التلسكوب ده اتعمل من ايام الملك. التلسكوب ده كان ساعد وكان ليه، يعتبر لحد دلوقتي هو اكبر تلسكوب في الشرق الاوسط. التلسكوب ده استخدموه في معرفة المكان اللي هتهبط فيه مركبة ابولو على القمر، بس من ساعتها ما حدش اهتم بيه، ومن ساعتها الناس اساسا ما بقتش تعرف ان في حاجة اسمها مرصد القطامية، فوصل الحالة اللي احنا فيها دلوقتي دي. بعد كده وصلنا للصورة دي. الصورة دي كانت حدث فلكي نادر قررت ان انا اصوره. الحدث ده هو اللونر إكليبس بلاد مون. كان في ناس ممكن تكون سمعت عنه. الحدث ده حدث في شهر 9 اللي فات. كل الناس اتكلمت عنه ساعتها، وده كان خسوف كامل للقمر. القمر فيه هيتحول للون الأحمر، ممكن تكونوا سمعتوا عنه. قررت ان انا هصور الحدث ده في صورة واحدة بتدمج كل التفاصيل بتاعته من بداية الحدث لآخره، لانه كان حدث نادر جدا مش هيتكرر غير بعد 30 سنة، وده بسبب ان هو كان مقترن بحدث تاني هو السوبر مون. السوبر مون القمر لما بيلف حوالين الارض في مدار بيضاوي، في نقطة معينة لما بيبقى فيها بدر بيبقى في المدار ده هو بأقرب نقطة ليه للارض، بيبقى حجمه اكبر بنسبة 14%. فالحدثين دول لما كانوا مقترنين ببعض، كان كل هواة الفلك في العالم رايحين عشان يتفرجوا عليها او عشان يصوروها، فكان محط يعني انظار كل الناس اللي مهتمة بالموضوع ده. عرفت ساعتها ان ناسا عامله مسابقه. المسابقه دي كانت لصوره من صور اللونر اكليبس تدمج كل المراحل بتاعته في صوره واحده. قررت ان انا هروح الحدث ده وان انا هصور صوره وابعتها المسابقه دي. بعد كده رحت مرصد القطاميه وابتديت ان انا اصور الصوره دي. الصوره دي خدت 4 ساعات، ما بين كل صوره والثانيه حوالي ربع ساعه. الصوره دي بتقنيه تصوير اسمها الاستاكينج. الاستاكينج هو ببساطه جدا ان انت بتاخد صور، الصور دي نفس المكان بنفس الفريم وبنفس الاوبشن كلها، وبعد كده ما بيتغيرش فيها غير الوقت، فبتاخد الحاجة المختلفة في الصورة اللي بعدها وتضيفها للصورة اللي قبلها. فلما بيختلف هنا قدامنا هو مكان القمر والحالة بتاعته. لما بتضيف 9 صور في صورة واحدة في الاخر بيظهر لك الشكل ده، مراحل القمر بتغير مكانه لحد ما تحول للون الاحمر في الاخر. المهم بعد ما خلصت الصورة قررت ان انا صورتها انا وزميل لي اسمه كريم مجدي في 4 ساعات. قررت ان انا هبعتها تاني يوم المسابقه. بعتها المسابقه. المسابقه كان اسمها ايبود تبع ناسا او استرو فوتو اوف ذا داي. بعد ما بعتها وخلاص نسيت الموضوع، لقيت بعد 4 ايام ايميل جاي من ناسا
ان الصوره دي تم اختيارها من ضمن افضل 100 صوره حوالين العالم من ضمن الاف الصور المتقدمه لتوثيق الحدث، ونزلت على الويب سايت بتاعهم astrik.nasa.com. طبعا كانت دافعه ليا جدا ان انا اكمل في الموضوع ده، وكان بعديها قلت ان انا لازم اصور احداث تانية فلكيه نادره او اصور احداث عموما تخص الفلك. بعد كده كان في حدث تاني نادر، هو اسمه غريب شويه، بس الحدث ده اسمه زخه الشهب. زخه الشهب ده بالانجليش هو ميتور شاور، بيبقى عدد شهب كبير جدا بيحصل في اوقات معينه بسبب ان في نيازك بتمر في اوقات معينه في السنه بالقرب من الارض. فلما بتمر بالقرب من الارض اي نيزك بيحاول ان هو يدخل الغلاف الجوي، اجزاء صغيره طبعا، الاجزاء دي بتتحرق فبتعمل الشهب اللي انتوا شايفينها في الصوره دي. الصوره دي لو انتوا هتركزوا فيها من فوق هتلاقوا فيه 5 شهب ظاهره، والنقطه المنوره دي هي كوكب المشتري. قررت ان انا اصور الصوره دي في حدث زخه شهب التوأميات في شهر 12 اللي فات من مرصد القطاميه. برضو الحدث ده تخيلوا كده ان انتوا قاعدين في مكان ما فيهوش اي اضاءه، وفوقيكوا في معدل مثلا ساعه في 60 شهاب بيعدي، يعني بمعدل شهاب في الدقيقه. تخيلوا بقى انتوا المنظر اللي انتوا ممكن تبقوا قاعدين فيه عامل ازاي. بعد كده حسيت ان انا لا، انا برضو الموضوع ده مش مكفيني، انا محتاج ان انا اطور نفسي او اطور طموحي اكتر. ابتديت ان انا عايز اصور، لا انا عايز اصور الحاجات اللي انا ما بشوفهاش بعيني. انا ممكن ابقى قاعد في المكان ده وشايف ملايين النجوم وشايف المجره بتاعتنا، بس انا عايز النجوم المضيئه بقى الصغيره دي انا لو زومت عليها ورحت لها لحد عندها هلاقي ايه؟ هلاقيها بالشكل بتاعها اللي هو عباره عن نقطه منوره، ولا هلاقي حاجه ثانيه؟ بعد كده ابتديت ان انا عايز اصور حاجه اسمها ديب سكاي او السماء العميقه، زي صور التلسكوبات مثلا اللي انتوا بتشوفوها بتاعت ناسا، الهابل مثلا بينزلها، طبعا على رينج اقل يعني. ابتديت ان انا ادور برضو على حد في مصر هنا بيعمل الموضوع ده. في الحاله دي ما لقيتش اي حد خالص ليه علاقه بالديب سكاي ولا يعرف عنه اي حاجه. ابتديت ان انا اكمل سيرش على النت، عرفت بعديها واحد مصور من تايلاند اسمه اياد نورمان. الراجل ده ما بيصورش غير حاجات ديب سكاي. ابتديت ان انا اتواصل معاه برضو، بس كان عندي شك دلوقتي بقى هو هيرد ولا لا. بعد ساعه بالظبط برضو من تواصلي معاه، الراجل رد عليا واداني البيانات اللي انا كنت محتاجها كلها. قال لي ان انت محتاج ان انت تصور بالطرق اللي انت بتصور بيها، بس انت هتحتاج جهاز تاني هتركب الكاميرا عليه. الجهاز ده هو عباره عن موتور صغير كده، الموتور ده بيلف بنفس سرعه لف الارض حوالين محورها. فلما تيجي تشاور على نجم او تحط الكاميرا تشاورها على نجم، الصوره هتفضل تتحرك مع النجم، فانت تفضل متابع النجم ده عشان دوران الارض حوالين محورها ما يروحش الكادر منك، لانك انت هتحتاج ان انت تصور لفتره كبيره، دقيقتين او 10 دقائق مثلا. ابتديت ان انا فعلا اطبق الحاجات دي، ودي كانت اول صوره ديب سكاي صورها. الصوره دي لكونستليشن او جرم سماوي، اوبن كلاستر او تجمع نجمي مفتوح اسمه السوريا. السوريا دي من النجوم اللي كانوا بيشوفوها العرب زمان وبيهتدوا بيها في الصحراء، لان انت هي 7 نجوم واضحين جدا. الديل بتاعهم اللي هو على شكل علامه استفهام ده بيشير دايما للشرق، فانت لو عرفت الشرق عرفت الغرب، عرفت الجنوب عرفت الشمال، فعرفت تحدد اتجاهاتك. دي من يعني من اروع الحاجات اللي انت ممكن تشوفها بالليل بعينك المجرده حتى من سماء القاهره. انت لو ركزت في السماء بالليل انت ممكن تشوف الكلام ده. بعد كده دي كانت تاني نوع من الاجرام السماويه ان انا اجرب اصوره. الحاجه اللي انتوا شايفينها دي عباره عن سديم اسمه سديم الجبار. ايه السديم ده؟ السديم ده عباره عن تجمع على ابعاد الاف السنين الضوئيه من الغازات هيليوم وهيدروجين وغازات كونيه كتير على درجات حراره عاليه جدا. الغازات دي لما بتتفاعل مع بعض بتعمل تفاعل نووي صغير، هو اللي بينشئ النجوم وهو اللي بيصنع النجوم، فعشان كده بيسموا السدم دي دايما مصنع النجوم. السديم ده من اروع السدم اللي انت ممكن تشوفها في الشتاء. هو بيظهر في كوكبه اسمها كوكبه الجبار في الشتاء، فعشان كده كان يعني بما ان انا اتعلمت الموضوع ده في الشتاء كان هو اول هدف ان انا احاول ان انا اصوره. بعد كده صورت دي مجره اندروميدا. اندروميدا دي يعتبر هي اقرب مجره للارض، يعتبر جيراننا المجره اللي جنبنا. فالصوره دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي.
مش عشان قدرت ان انا اصور حاجه في مجره تانية او حاجه بره الموضوع بتاعنا بحاجه بسيطه زي الدي اس ال ار اللي احنا كلنا بنستخدمها، بس عشان ان احنا لو تخيلنا اللحظه واحده ان احنا قاعدين في نجمه من النجوم دول في مجره زي المجرات دي، هنبص على الارض هنشوفها عباره عن نقطه مضيئه زي اللي احنا بنشوفها في السماء. تخيلوا كل اللي احنا نعرفه بكل ابونا واجدادنا عرفوه هي عباره عن نجمه مضيئه في السماء بكل البشر اللي عايشين عليها في كل الاجيال. فده بيديك احساس قد ايه احنا مش محور الكون، وقد ايه احنا لازم نتواضع، وقد ايه ان احنا في الاول وفي الاخر مهما كانت الحاجات اللي احنا عرفناها هي صغيره جدا. بعد كده صورت، دي اخر صوره صورتها، دي كونستليشن او كوكبه او كوكبه من الكوكبات اسمها كوكبه الجبار. الكوكبه دي هو جمال لا ينتهي تقريبا، يعني لو انتوا قدرتوا تشوفوا تعتبروا مثلا ان الدايره اللي فوق الحمراء دي هي راسه، هتلاقوا مثلا ان كوكبه الجبار باي ذا واي اسمها المحارب في كل الحضارات الاغريقيه. هتلاقوا ان القوس ده هو الدرع بتاعه، وهتلاقوا ان التلات نجوم دول هم الحزام بتاعه، والتلات نجوم الافقيين عليهم دول السيف بتاعه، وفي نجمة على اليمين هي رجله وعلى الشمال هي رجله التانية. ده كانوا بيتخيلوه الناس زمان ان هو محارب عظيم، زيوس اللي هو اله السماء بعته عشان يقتل البليدز او السبع نجوم اللي هم السرية اللي انا كنت مصورهم اول صورة، كان بيعتبروهم سبع نجمات اللي هم ابناء زيوس، هو بعته عشان يقتلهم لان هم كانوا مش منصعين ليه وكانوا دايما بيسببوا مشاكل. من الحاجات المهمة، انت ليه تصور فلك او ليه ان انت تهتم بالفلك؟ اهتمامك بالفلك او اهتمامك بالسماء ممكن يغير لك حاجات كتير قوي في حياتك، غير ان هو ممكن يبقى تأمل او عبادة، لان انت بتتأمل في حاجة ربنا خلقها ودايما بتتفكر فيها. انت ممكن تسأل نفسك، يعني انت تخيل نفسك بس ان انت قاعد في المكان ده، ايه الاحساس اللي ممكن تحسه؟ ايه البين ريليف اللي ممكن يحصل لك مهما كانت مشاكلك ومهما كانت الضغوط اللي انت بتسيبها في القاهره او بتسيبها في اي مدينه انت قاعد فيها؟ فنصيحتي لاي حد ان هو لا يحاول ان هو يروح بنفسه ويكتشف ويشوف الاماكن دي، لان البشر ما اتخلقوش عشان يعيشوا في الروتين او يعيشوا ما بين اربع حيطان او يعيشوا في الشقق دايما اللي بيقعدوا فيها وما بيعملوش اي حاجه جديده، لا البشر اتخلقوا عشان يكتشفوا. فما تردوش بالتلات اربع نجوم اللي انتوا بتشوفوهم من البلكونه في سماء القاهره، انزلوا بنفسكم وشوفوا. في مقوله دايما للامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه بتقول: وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. لو احنا بصينا هنلاقي ان معرفتك بالكون هي من معرفتك بنفسك. الخيوط المجرية اللي بتجمع المجرات كلها من بره، لو انت بصيت عليها هتلاقيها ان هي بالظبط شبه التكوين الخلايا العصبية بتاعت مخ الانسان. عيوننا شبه النجوم لما بتنفجر او شبه البلاك هولز، هي بالظبط. في حاجات كتير قوي شبهنا، فانت بتتخيل ان انت اكنك بتعرف نفسك وبتتأمل. فيعني حبوا السماء، الموضوع كفيل ان هو يغير حياتكم. شكراً.